ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أحمد شاهين أن الطائرة الجديدة تتكون من 140 أو 54 مقعدا مع مساحات أكبر لتخزين حقائب اليد. ديت الكونفجريشن بتاعها بتشيل 16 كرسي بيزنس وحوالي 138 اوكونومي كلاس. الطياره دي المخازن بتاعتها مفتوحه بحيث بتترص جوه العفش في المخازن بتاعتها، مش نظام دواليب اللي هو الكونتينر وتحملها، ودي بتاخد عدد عماله اكتر عشان ياخد ويرص العفش ده داخل الطياره كمخازن، بياخد عماله اكتر غير الطيارات الكبيره بتاخد معدات في دواليب بتساعد دخول الطياره، بتبقى اسهل في التحميل او التفريغ العفش.